الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد بن عبد الله النبي الأمين. خرج الإمام أحمد ذات يوم قاصدا سفرا بعيدا، فإذا بسواد الليل الحالك يداهمه، وقد وصل إلى قرية لا يعرف فيها أحد ولا يجد أحدا يستضيفه ليبيت ليله حتى يطلع الصباح. فرأى من بعيد مسجد صغير، فذهب إلى المسجد، وما أن وضع رأسه على الأرض ليستريح، فإذا بحارس المسجد يدفعه خارج المسجد ويمنعه من أن يبيت في المسجد. وهذا الحارس لا يعرف الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد بن حنبل لم يذكر اسمه أمام الحارس، ولو ذكر اسمه لوافق الحارس على أن يبيت في المسجد، بل لاستضافه في بيته. ولكن الإمام لم يستخدم اسمه الشخصي في أي موقف شخصي، وأراد الإمام أن يقنع الحارس، ولكن الحارس رفض رفضا تاما، طرده خارج المسجد. فخرج الإمام إلى عتبة المسجد، وضع رأسه على الأرض لينام، فمنعه الحارس أيضا، بل وجره على الأرض جرة حتى وصل به إلى قارعة الطريق. فرآه خبازا من مخبزه يسهر الليل ليصنع الخبز إلى أهل القرية. فذهب إليه الخباز وقال له: يا شيخ، هل ذهبت معي؟ لدي مكان آمن تستريح فيه ولن يؤذيك أحد. والخباز لا يعرف الإمام أيضا، ولكنه رأى الموقف وأراد أن يخدم ذلك الشيخ الكبير. فذهب معه الإمام أحمد بن حنبل، وما أن وصلوا إلى المكان الذي يبيت فيه الإمام، وذهب الخباز مسرعا إلى عمله، فرأى الإمام أحمد بن حنبل من الخباز أنه ما يقوم بعجنة إلا ويقول: استغفر الله العظيم، أي ما يقلب عجينه إلا ويستغفر الله. فتعجب الإمام من ذلك الخباز، فأخذه الفضول أن يذهب إليه ليسأله، فقال له: يا هذا، منذ متى وأنت على هذه الهيئة تستغفر الله كهكذا؟ فقال له الرجل: منذ زمن بعيد. فقال له الإمام: وهل جنيت ثمرة استغفارك هذا؟ فقال له الرجل: نعم، فوالله ما تمنيت أمنية من الله إلا حققها لي، إلا أني طلبت رؤية الإمام أحمد بن حنبل فلم تحقق بعد. حينها قال له الإمام: أنا الإمام أحمد بن حنبل، قد جرني الله إليك جرا، فسبحان الله. وانظروا معي إلى قول رب العالمين في كتابه الكريم في سورة نوح: نعم، إنها ثمرة الاستغفار، فاستغفروا الله والتزموا الاستغفار، فإنه رب الكعبة نجاة.